هاي جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو غادي نرسموا على هذا الماسك هذا، وهذه هي الرسمه اللي غادي نرسم. المهم غادي نصبغ هذا بالبيض، وغادي نرسم عليه هادوك وصافي. هادشي اللي كاين دابا غادي نلونه بالبيض ونرجع لكم. المهم انا لونته دابا بالبيض، وغادي نعاود عليه طبقه اخرى. كنت غادي نصبغه بالباج، ولكن ما حصلش على الدرجه اللي كنت باغا. صافي دابا غادي نعاود ليكم شخرب البيض، وغادي نرجع ليكم. المهم انا راني صبغت الماسك الكوش الثانيه البيض وخليته ينشف. وبغيت نقول لكم بلي راه نتوما اللي اختاريتو هادي، حطيت لكم خيرتكم ما بين هادي وهادي في ستوري، اختاريتو هادي رقم واحد اللي هي هادي. داكشي علاش هي اللي غادي نرسم في الماسك. وصافي هادشي اللي كاين، غادي نخلي الماسك ينشف ونعاود نرجع ليكم. المهم راني صبغت هادي ونشفات، غادي نبدا نرسم هاد القلوبة وهاد الشي بالقلم الرصاص. والمراه غادي نراسي اللون بهادو الماركرز الحمر والكحل، هما اللي غادي نحتاج كيما كاين في التصوير. صافي دابا غادي نبدا نرسم بالقلم الرصاص. مغاديش نرسم بالحجبان، والفم ما عنديش، داكشي علاش غادي نرسم غير العينين هادي وهادي وهادي وهادي. صافي مرسم خفيف هنايا، كنظن ما يبانش لكم بزاف حيت موركتش عليه بزاف الشتا، لا ما جاش مقاد نعاودو. المهم هادي ما جاتنيش مقاد بزاف، داكشي علاش غادي نعاودها هكا. هادي ماشي مشكل، واخا تبقى هنايا غادي نمسحها. ودات هاد النجمة اللي هنا حتى هي. دابا غادي نبدا ندير هادي هنايا، ودابا درت هادي والقلب. المهم هو هذا اللي كبير ماشي صغير، حتى نعاود فوق منه. المهم ما غاديش يبقى يبان ملي غادي نرسم عليه. صافي دابا غادي نبدا نلون. المهم هذا هو القلب وهاد النجمة، وزدت الحاجب حيت بلي انه بلا بيه اللي بلا بيه جات هاد المساحة خاوية بزاف، داكشي علاش جزتو. ودرت هاد عاوتاني، والنجبة يا هادي والقلب هنايا. دابا غادي نبدا نلون. هدا هو الشكل النهائي ديالو، درت هادي هنايا. بحال هكا عجبني صراحة، جا زوين. وبغيت نزيد هادي هنايا حيت حتى هي دارت إضافة زوينة، حتى الحجبان صراحة جاو زوينين. وخا أنا الصراحة ما درتهمش هي حيت قلت هذا ما غاديش، هذا اللي في اليمين ما غاديش يجي يشبه اللي في اليسار، داكشي علاش كنت ما باغاش نديرو. لكن الصراحة ملي درتو جا زوين، يعني ما ندمتش عليه. درت عليهم شويه ديال الاضافات بالستيل البيض وهذا،
درت هنا وهنا هي. وهنا وهنا في هذا القلب هذا الصغير. صافي، هذه هي النهاية ديال الفيديو. باي باي عليكم.